اهلا بيكم معانا في قناه اكله ترندي. النهارده هنعمل لكم سندوتشات شاورما روعه بطريقه جديده وجميله. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. اول حاجه هنحتاج كوبايه زبادي، ده عشان تتبيله الفراخ. هنحتاج ربع كوبايه زيت، كمان عصير ليمونه، معلقه فلفل اسود، معلقتين ملح، معلقتين كركم، معلقة ثوم مفروم، ونقلب التتبيلة الجميلة دي مع بعض. دي بتخلي الفراخ روعة، وممكن تتبلوها قبلها بيوم تطلع نتيجة أحسن بكتير. انا هنا استخدمت كيلو صدور فراخ وقطعتها تقطيعة الشاورما او اي تقطيع حضراتكم تحبوها. هنحط عليها التتبيلة ونقلبها كويس. الطاسة على النار هنحط فيها ربع كوباية زيت، وننزل بالشاورما. اهم حاجة الطاسة تكون سخنة عشان الفراخ ما تجيبش مية، ونحط شوية شوية، مش لازم نملى الطاسة على الاخر. ونقلبها. طبعا الشاورما بتاخدش وقت على النار خالص عشان الفراخ هنا انا مقطعاها شرايح خفيفة جدا، واول ما تاخد اللون الحلو اللي احنا حابينه هنرفعها من على النار. زي ما حضراتكم شايفين هو ده شكلها. هنجيب العيش اللي حابين نستخدمه في الشاورما. انا هنا هستخدم الرقاق، وطبعا في فيديو يوريكم ازاي الرقاق بيتعمل، ياريت تشوفوه في القناة. هنقطعه نصين ونبدأ نحشيه. هنبدأ نقفله من الجناب الأول زي ما حضراتكم شايفين، وبعدين نلف بالشكل ده. ده شكله لما يتلف. هنعمل كذا واحد حسب الصينية اللي هنستخدمها. نفس الفكرة. هنبدأ نرصه في البايركس. طبعا الطريقة دي حلوة قوي لانها جديدة
وبتفتح النفس وبتغير طعم الشاورما خالص. خلاص البايركس كله جاهز، هنبدأ نحط عليه فلفل ألوان متقطع مكعبات صغيرة، وبعدين هنحط عليه زيتون شرايح وجبنة موتزاريلا. طبعا حضراتكم شايفين شكله حلو ازاي، حتى يتاكل من قبل ما يدخل الفرن. ممكن نستخدم اي نوع جبنة بتحبوه. هنزود شوية فلفل الوان على الوش بعد ما حطينا الجبنة عشان يبقى باين في التقديم. هندخله الفرن تحت الشواية لحد ما يتحمر الوش. هتشوفوا شكله قد ايه جميل. طبعا تحمير حسب ما حضراتكم تحبوه، ممكن تحمير خفيف او زي ما انا محمراه كده، وطعمه جميل جدا. ياريت تجربوه علشان مش هتبطلوا تعملوه بعد كده. وبالهنا والشفا، أشوفكم في أكلة جديدة. مع السلامة.